فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وهذا مما عظمت به المصيبة في هذه الأمة، فإن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام وقعوا فيما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأموات والغلو في الصالحين والأنبياء والغلو في القبور، حتى إنهم صاروا يصرفون لها أنواعا من العبادة من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء وغير ذلك عندها، كما هو معلوم مما يقع في كثير من عند الأضرحة، ولا سيما الأضرحة الكبار في مختلف البلاد. وهذا شيء مستفيض ومتواتر ما يقع عندها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إنهم يأتون بالمواشي ويقيمون عندها أياما ويذبحون هذه المواشي تقربا إليها، ويقيمون عندها عاكفين أياما كثيرة بأعداد قد تضاهي عدد الحجاج إلى بيت الله الحرام. فهذا واقع في هذه الأمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير، وبلغ غاية البلاغ عند وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نسب هذا إلى اليهود والنصارى، وكفى بذلك زاجرا أن نتجنب هذا، لأننا منهيون عن التشبه باليهود والنصارى. ثم إنه صرح فقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، صرح بالنهي. ثم إنه أكد ذلك بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه ثلاثة أمور كلها تؤكد تحريم التشبه باليهود والنصارى في هذا الأمر الخطير المخل بالعقيدة. أولا، أنه ذكر أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ونحن قد نهينا عن التشبه بهم فيما هو أقل من ذلك، فكيف بهذا الأمر الخطير؟ ثانيا، صرح بالنهي: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثالثا، قال: فإني أنهاكم عن ذلك. بل إنه صلى الله عليه وسلم من وجه رابع أيضا لعن من فعل هذا، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دل على أن من يفعل هذا الفعل أنه ملعون، مع أنه يزعم أنه يطلب الأجر والثواب ويتقرب إلى الله، وهو ملعون أي مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، مما يدل على شدة الأمر خطورته.